النهارده وفي مشهد مهيب العلم المصري بيرتفع فوق احدث القطع البحريه العسكريه المصريه الفرقاطة العزيز. الفريق اشرف عطوه قائد القوات البحريه رفع العلم المصري النهارده على الفرقاطة العزيز في احتفاليه رسميه في مدينه بريمر هيفن الالمانيه. والفرقاطة المصريه الجديده هي واحده من اربع فرقاطات تعاقدت عليها مصر مع المانيا، الفرقاطات الاربعه من طراز ميكو اي 200. ده نوع طبعا متطور جدا من الناحية التكنولوجية، بيقدر يقوم بمهام مختلفة بكفاءة عالية. الفرقاطة العزيز اللي دخلت الخدمة النهاردة بتأكد الطفرة التكنولوجية الكبيرة في أنظمة تسليح القوات البحرية المصرية، خصوصا إن هذه الفرقاطة متميزة جدا، إمكانياتها عالية جدا، هي فرقاطة متعددة المهام، طولها أكتر من 121 متر، سرعتها ممكن توصل ل 28 عقدة، ممكن تتحرك لمسافة 6800 ميل بحري. هذه الفرقاطة بالفعل إضافة جديدة وإضافة نوعية للقوات البحرية المصرية اللي خلال السنوات القليلة اللي فاتت قدرت أنها تدعم أساطيلها بمجموعة من أحدث القطع البحرية عشان بتقوم بدورها البارز في المحافظة على الأمن القومي المصري وحماية مقدرات الشعب المصري. طيب، خبر عن صالون التنسيقية الذي ينظم جلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه آثار التضخم العالمي لمصر. صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمل جلسة نقاشية بعنوان كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر. الجلسة النقاشية تثير العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين زي ارتفاع تضخم محليا وعالميا، أزمة ارتفاع الديون العالمية انعكاساتها على الداخل المصري، أزمة الطاقة، سبل تشجيع الاستثمار وجذبه للسوق المصري. طيب، النهاردة كان في صورة منتشرة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الصورة ظهر فيها بملابس الإحرام على كرسي متحرك. في ناس قالت إن الصورة قديمة، ناس قالت لا دي جديدة، حصل كده نوع من اللغط على تاريخ الصورة وحقيقتها. إحنا تواصلنا مع مصدر مسؤول في النادي الأهلي أكد لنا إنه الكابتن الخطيب النهاردة الفجر أدى مناسك العمرة، لكن الصورة نفسها محدش عارف هل هي حقيقية ولا متفبركة. المهم إنه الكابتن محمود الخطيب كان النهاردة فعلا في السعودية بيؤدي العمرة بعد رحلة علاجه في فرنسا واللي هيرجع لها تاني علشان يكمل علاجه. الكابتن الخطيب كان مأجل رحلة علاجه من فترة بسبب متابعته للملفات المهمة للنادي الأهلي قبل انطلاق موسم الدوري الجديد. طبعا كل تمنياتنا القلبية بالشفاء للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأيضا الأيقونة المصرية التاريخية في ملاعب الكرة المصرية والأفريقية.